الفرحه مريدين بقشوني على هاد العائله، رحنا مقطعين معصبين خبصين، ما كناكلو ما كنشربو ما كنعسو. السيده ما سولدي راه كتخرج لي الزاقه بالليل كنخدم التحليل من الفوق، كتبقى تحدي من هنا ومن هنا كنقول لها دخول ابنتي، وتبقى تعيط هايله وتشوف كتقولي لا الياس غادي يجي من هنا ولا يجي من هنا. الله يرحم والديكم، بقاو الجهد ديالكم معنا، راه حنا دراوش وبقاو الجهد ديالكم معنا. يمشيو يبقشوا في البر، يبقشوا في هاد الارض ديال الدغوغي، الارض ديال العراقي، تما الخرب تما القوادص تما يبقشوا يبقشوا. الله يرحم والدينا، عندي السلطات كنطلبوا منهم الله يبقشوا على هاد العين، يبقشوا على هاد العين. الله يرحم والدينا، كنخافوا كنخافوا كنخافوا، حتى حنا مقافين هذيك عدنان، حنا عدنان مقافين وبكينا عليه وتألمنا عليه، وحتى حنا بقينا بلا نعاس عليه. تا حنا تهدا راه حسن عوان ديما ودبابا، تا حنا تا حنا حنا جربنا، حنا جربنا الكبده ديالنا كيما كانت هذيك الباكات بشويه، تا حنا تشوينا، حتى حنا تشوينا ودي، تا حنا تتخبل، تا حنا مشويين، راه ودنا راه كبده وحده. انا كنرجو نتراجع الله تعالى وصدرك والمحسنين وخوتنا المسلمين في العالم يبقشوني على هاد العايد. ارحم والدين يا حي ولا ميت، حنايا هاد اللي كان دواء ولا شي حاجه غير يجيبوه لنا حي ولا ميت، حرام بالدين الاسلام. وانا نسمع ديك الانسان الا كان ميت قول الحمد لله وهذا قدر الله والحمد لله والشكر لله، تا بالروح نقول الحمد لله، يا ميت يا بالروح، ما نتبعوهمش ما نتبعوهمش غير حنا ما عندناش. جاو الناس اخر كيقولوا عندكم شي مشكل مع شي ناس، حنا ما عندنا حتى شي عداوه، حنايا ما عندنا شي عداوه. ولدي بابا ما عنده عداوه مع احد، ولدي درويش، ولدي درويش، فهمتي؟ انا ولدي هذا الياس يما ماه كضربو وكيشوفها كيبقى يقول لها صافي يا بابا سمحني سمحني، كيتخشى في المنطا وكيبقى يبكي، كتقول ما اسمع عليك شي، انت كتقول الله يسامح لك يا الياس عارفين عس. الله يا ودي شنو هذا، ما عندي العين عندي بريء، ما كاينش في عمرك يا الياس ودق عليا شي واحد في الباب وتشكالي من هذا الياس، فهمتي؟ وكيحشم وعند جيراني عيطوا لها جا الياس يعطيوه. الله يرحم والدينا، نرجو منكم ونرجو من السلطات بقشوا معنا خوتنا المسلمين، بقشوا معنا الحم والدينا، حنا بكويين وبجويين. الله يرحم والدينا، زي كنشوف الام ديالو ما كتاكل ما كتشرب، ولدي عاوتاني مريض ما خدامينش ما خدامين الدم، حتى العين ولادي كانوا كيخدموا ها هو واحد وقفوا قالوا لي منكتي علاش 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 منك علاش؟ هو العين مسكين كان مع خوتو.